رسول الله، لبى مع حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام نسمعه من حبيبنا مالك محمد الجرش. تفضل يا مالك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، والحمد لله رب العالمين. الحديث: يبعث كل عبد على ما مات عليه، فالعبرة لنهاية الأمر. فكم من إنسان مشى في طريق العبادة ثم بعد ذلك لم يختم له بخاتمة السعادة، وكم من إنسان مشى في طريق المعصية ثم ختم له بباب عبادة فخرج من هذه الدنيا وهو عابد لله. ذلك كان من دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على طاعتك. فالمرء أيها الأحبة ينبغي أن يحرص على أن تكون كل لحظة في حياته في طاعة، حتى يبعث يوم القيامة على تلك الطاعة. إذا كان يتمنى أن يبعث يوم القيامة من أهل السجود فعليه أن يكثر من السجود، فلعله يموت ساجدا. وإذا كان يحب أن يبعث يوم القيامة من أهل الإنفاق فليكثر من الإنفاق في سبيل الله، فسيبعث يوم القيامة على هذا الخلق. ومن أحب أن يقوم يوم القيامة وأن ينادى من أهل صلة الأرحام فليكن واصلا لرحمه. إذا نودي يوم القيامة لأهل المساجد أن يقوموا، فعليه أن يكون من بيئة المساجد ومن أهل المساجد، وهكذا كل طاعة. إذن يحشر المرء يوم القيامة على ما مات عليه، فمن مات على طاعة يحشر عليها يوم القيامة، والعياذ بالله من مات على معصية كذلك يحشر عليها يوم القيامة. يا رب نسألك حسن الخاتمة، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.